متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الفتوى قضايا الاجرام على قناتكم قضيه اليوم او AMS TV. في بدايه كل حلقه وكيف ديما كنبغي نوجه الشكر للناس ديالنا والمتابعين ديالنا اللي كيخليو تعليق زوينه والناس اللي كيشجعونا وكيدعمونا، شكرا لكم بزاف وما نطولش عليكم وندخلوا معكم في سرد قصه او جريمه اليوم. متابعينا الكرام، قبل ما ندخل معكم في سرد قصه او جريمه اليوم، اللي بغيت نقول لكم هي الا كيعجبكم المحتوى ديالنا حاولوا تكثروا من لي لايك والتعاليق باش المحتوى ديالنا يتشاف، وديك الساعات نكثروا من الحلقات، لان شحال واحد كيقول كدير لنا حلقه في الاسبوع او جوج حلقات في الاسبوع ما كافينش. حنا كنمشيو حسب التفاعل، الا كان التفاعل طالع غادي نحاولوا نحطوا حلقه كل يوم، والا كان التفاعل طايح راه كنحطوا جوج حلقات في الاسبوع. لهذا الا كيعجبكم المحتوى ديالنا حاولوا تكثروا من لي لايك والتعاليق باش يطلع المحتوى، وديك الساعات نحط لكم حلقه كل يوم. متابعينا الكرام، ما نطولش عليكم وندخل معكم في سرد قصات او جريمات اليوم. الحلقه ديال اليوم او القضيه ديال اليوم دارت الاحداث ديالها سنه 2001 بالمنطقه ديال ايمو الزركندر اللي كتواجد في الاطلس المتوسط. واحد الليله ميقات داك العشرة ونص الليل ال11، جاو واحد ثلاثة ديال الرجال العمر ديالهم كيتراوح بين 45 سنه حتى ال50 سنه، جاو للمركز ديال الدرك الملكي. السلام عليكم. السلام، شنو حب الخاطر؟ تقدم عندهم واحد من هاد الثلاثه ديال الرجال، قالوا ما سيدي حنايا كنخدموا في هذا المجال ديال بيع الاغنام والابقار، عندنا واحد الكاميون انا وواحد صحابي كنشريو الكسيبه وتنديوها تنبيعوها. هاد النهار هذا قلعنا من مدينه صفرو، غادي نمشيو لازرو، غادي ندوزو على مو الزركندر وندخلوا الافران ونخرجوا لازرو حيت غدا كاين السوق ديال ازرو. قالوا ميوا مرحبا، شنو حب الخاطر؟ قالوا ما سيدي وحنا جايين من صفرو طالعين على مو الزركندر، انايا وقفت صاحبي الشيفور قلت له ودي وقفنا هنايا باغي نقضي حاجه. قالوا ما سيدي خرجت انا للغابه، خرجت واحد الطريف في الغابه وقفنا في جنب الغابه، واحد اللحظه انا خرجت باش نقضي حاجه سمعت الغواس ديال شي دري صغير، شي دري صغير جاي الصوت ديالو من الغابه لداخل. قالوا ما سيدي انا كنت بوحديتي خفت ليكون واقع شي حاجه، جيت عند صحابي قلت لهم ودي راه كنت في البلاصه الفلانيه وراه سمعت شي ولد صغير تيغوت. قالوا له كيفاش؟ قال لهم راني فاش هبطت نقضي حاجه من 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 الكاميو دخلت للغابه سمعت شي دري صغير تيغوت. قالوا ما سيدي صحابي هزوا واحد العصي كانوا عندنا تما في الكاميو كنخدموهم ودخلنا وسط الغابه. قالوا ما سيدي فاش وصلنا لذاك البلاصه اللي كنت كنسمع فيها الغوات ما بقيتش كنسمع الغوات، بقينا كنقلبوا تما ما بان حتى شي حاجه. واحد شويه حنا راجعين بحال هكا وحنا نسمعوا الغوات، ديك الغوات سمعناها بثلاثه بينا. دخلنا كنتجهوا الاتجاه ديال هاد الغوات ديال هاد الولد الصغير. فاش وصلنا كنلقاو سيده مقتوله وحدها تربيه صغيره. حنايا شنا داك المنظر خرجنا بحالتنا وجينا تنبلغوا على هاد القضيه هادي. هنا رجال الدرك الملكي لقاو راسهم امام قضيه ديال جريمه ديال القتل حسب التصريحات ديال هاد الناس اللي جاو عندهم. خداو الاقوال ديالهم وقالوا لهم يلا تمشوا معنا نشوفوا هاد القضية هادي اللي كتقولوا لنا. بالفعل داو داك ثلاثة ديال الرجال داوهم معاهم للبلاصة اللي لقاو فيها هاد الجريمة هادي، مشاو دخلوا وسط الغابة رجال الدرك الملكي. بالفعل كيلقاو سيدة مقتولة تكون في العمر ديالها داك 33 سنة، حداها واحد التربية صغيرة تكون في العمر ديالها داك سنة أو سنة وداك الشهرين، عام وشهرين تقريبا هكاك. رجال الدرك الملكي خبروا النيابة العامة، النيابة العامة قالت لهم فتحوا تحقيق، عيطوا لتقني مسرح الجريمة باش يهزوا البصمات اللي كاينين تما أو شي أدلة اللي تفيد التحقيق. على إيه؟ رجال الدرك الملكي فاش وصلوا لذاك البلاصة ما لقاو حتى شي واحد فيها. هذيك البلاصة عبارة عن مجال غابوي، واحد الحزام أخضر ديال الغابة. هذيك الطريق اللي طايحة فيها هاد السيدة هذه مقتولة جاية وسط الغابة، وحتى الدوار ما قريبش عليها، لان الدوار اللي قريب على هذه البلاصه هذه يكون بعيد واحد 2 كيلومتر، وبعيده على الطريق الرئيسيه بواحد 500 متر او 600 متر. اذا هذه السيده هذه مين كانت جايه؟ واش كانت جايه من الطريق الرئيسيه وغاديه، او كانت جايه من الجهه ديال الدوار مليه وخارجه جيت الطريق الرئيسيه؟ رجال الدرك الملكي حسب المعاينه ديالهم لهذ الجثه ديال الضحيه كما قلنا في عمرها 33 سنه، عندها واحد الصاك كان في الجنب ديالها، السيده كانت لابسه جلابه مطحونه على مستوى الصدر ديالها مضروبه بعده طعنات،
السيده ما كانش عليها شي ضرب في الوجه او مضروبه غير في الصدر ديالها. التربيه كانت مازال حيه. هزوا داك التربيه داوها للسبيطار باش يحلوها على المصلحه الاجتماعيه باش يتكلفوا بها. بقاو كيديروا معاينه ديالهم لذاك الجثه، كما قلنا لقاو وحده واحد الصاك. داك الصاك فاش قلبوه العناصر ديال الدرك الملكي لقاو فيه داك الحوايج ديال داك البنيته الصغيره، بعض الملابس وواحد وداك التسرويله اللي تيديروا للدراري الصغار. هنا رجال الدرك الملكي خلال المعاينه ديالهم تما قالوا هاد السيده هذه وجات مع شي واحد، هاد السيده هذه ما عندهاش لاكارت ناسيونال معها او شي وثيقه اللي كتدلي شكون هي، ما قريباش لهاد الدوار، لان غالبا كتكون شي جريمه كيتجمعوا الناس حيت كيكونوا قرابين لتما. تما فاش مشاو رجال الدرك الملكي ما لقاو حتى شي واحد، الدنيا خاويه. هنا كياكد بان السيده بعيده على المجال ديال السكان. اذا هاد السيده هذه مع من جات؟ شكون جابها لهنا؟ كانت مع شي واحد؟ كانت مخلويه في الغابه مع شي واحد؟ هاد الطريق هذه خاويه، الوقيته ديال 11 الليل، السيده باينه عاد تقتلات. اذا كيفاش هاد القضيه هذه؟ رجال الدرك الملكي هما كيديروا المعاينه ديالهم، بان لهم واحد الاطراس ديال الروايد. الروايد ماشي ديال طوموبيل، الروايد ديال شي موتور او شي دراجه هوائيه بيسيكليت. بقاو كيقلبوا تمايا، بانت لهم داك الروايد تيدوروا تما حدا الضحيه، مع كاين داك العشب صغير وكاين واحد البلاصه بحال فيها بحال الغيس، ديك الروايد دايرين فيها كيدوروا ويمشيو، عاودوا يدوروا ويمشيو. بقاو متبعين الاطراس ديال داك الروايد، فاش بقاو تابعينهم خارجين جهه الطريق الرئيسيه، اي ما راجعين جيت الدوار، جايين غاديين جيت الطريق الرئيسيه. اذا هاد السيده هادي اما كانت مع شي واحد على شي دراجه ناريه، اما كاينه شي حاجه ما مفهوماش. رجع الدرك الملكي خداو المعاينه ديالهم من تما وداو جثة نحو مستودع الاموات قصد التشريح للوقوف على ملابسات الوفاه. هنا رجال الدرك الملكي قبل ما ياخذوا الجثة نحو مستودع الاموات بانت لهم في دماغهم او خلال التخمينات ديالهم بان السيده تعرضت للاغتصاب، السيده تعرضت لشي ممارسه جنسيه قبل ما تقتل او مور ما تقتلات. المهم هذا الشيء هذا غياكدوا الطبيب الشرعي من بعد هذه القضيه هذه. على اي رجال الدرك الملكي ما عندهمش شي بيست حاليا علاش يدخلوا، غير داك ثلاثه ديال الشهود اللي جاو كيبلغوا على هذه الجريمه هذه. استمعوا لذاك الناس وتلقاو مشاو بحالاتهم باش في الصباح يبشروا التحقيق في هذه القضيه هذه. هنا رجال الدرك الملكي في الصباح قبل ما يبشروا التحقيقات جات واحد السيده وواحد السيد جاوا لمركز الدرك الملكي. السلام عليكم. السلام، شنو حب الخاطر؟ قالوا سيدي هذه الزوجه ديالي، جينا نبلغوا على الاختفاء ديال البنت ديالنا. قالوا لهم هذه البنت ديالكم كي دايره؟ قالوا سيدي البنت ديالنا تكون في العمر ديالها داك 33 سنه، مزوجه وعندها جوج الوليدات. الولد الكبير اللي في عمره 5 سنين ها هو معانا، وعندها بنيته تكون في العمر ديالها داك العام ونص. قالوا لها هاد بنتكم هادي ما ساكناش معكم؟ قالوا ما سيدي ما كان منخبيو عليكم، البنت ديالنا مزوجه وساكنه في الدوار الفلاني. البنت ديالنا وقع المشكل للراجل ديالها، عنده شي قضيه ديال السرقه، تورط في شي جريمه ديال السرقه، راه مشدود عندكم. والبنت ديالنا البارح دارت معنا بان باش تجي عندنا، حنا ساكنين في البلاصه الفلانيه وهي ساكنه في الدوار الفلاني، دارت معنا باش تجي لعندنا لان اليوم كاينه الجلسه ديال راجلها باش تحضر ليها، باش تمشي معنا للمحكمه باش نشوفوا الجلسه ديال راجلها شنو غيوقع فيها. قالوا ما سيدي هاد الصباح هادي ما جاتش عندنا، كنقلبوا عليها ما جات شي، شنو غنديروا؟ مشينا عندها للدار. فاش مشينا للدار سولنا الجيران تمايا حيت ما كايناش هي في الدار، قالت لنا واحد الجرته ودي راه بنتكم راه البارح في العشيه مشات عندكم، راه البارح في العشيه هزت البنت ديالها وهزت الساك وقالت لهم راه غادي يمشي عند الوالدين ديالي باش يمشيو معايا غدا للمحكمه. رجال الدرك الملكي من خلال المواصفات اللي عطاوهم هاد الناس تاكدت لهم بان داك الجثه ديال داك البنت اللي لقاوها في الغابه مع ديك التربيه هي ديال بنت هاد الناس هادو. قالوا هاد الناس غتمشيو معانا البلاصه الفلانيه، اي غيمشيو معاهم للمصلحه الاجتماعيه التابعه للمستشفى باش يوريهم داك البنت. وراهم داك البنت، قال لهم واش هذه البنت ديال البنت ديالكم؟ قالوا ما سيدي بالفعل هذه بنت بنتنا. مزيان، عاوتاني خداو معاهم داك الناس المستودع الاموات، جبدوا لهم الجثه وراوها لهم، تعرفوا عليها، قالوا ما سيدي هذه هي بنتنا. هنا راكم عارفين رده الفعل ديال العائله، الغوات والصداع راكم عارفين، حنا كنعاود لكم غير
غير شنو وقع وكيفاش توصلوا للمجرم. على ايين رجال الدرك الملكي جابوا معهم هاد الناس هادو للمركز باش يستمعوا له في محضر ويعطيو شي افادات اللي يقدروا يوصلوا للمجرم او للمجرمين. جابوهم استمعوا لهم قالوا مودي البنت ديالكم ما عندهاش شي مشاكل مع شي واحد، ما وقع لها شي خلاف مع شي واحد. قالوا ما سيدي لا، البنت ديالنا ما عمرها شكات لينا بشي واحد، حتى الزوج ديالها ما عمرها شكات لينا منه. الزوج ديالها راجل مزيان، وقع له شي مشكل على شي سارقه راه تشد عندكم. رجال الدرك الملكي بالفعل فاش قلبوا لقاو السيد بان راه مشدود، السيد راه كاين في الحبس. على ايه رجال الدرك الملكي قالوا لهاد الناس البنت ديالكم فين ساكنه؟ قالوا ما سيدي ساكنه في الدوار الفلاني. قالوا يلا مشيو معنا وريونا فين ساكنه. مشاو تما لذاك الدوار كيديروا البحث ديالهم، سولوا داك الجاره اللي هي صاحبتها ديال الضحيه. قالوا لها جارتك البارح معايش خرجات؟ قالوا ما سيدي البارح مع ديك الوقيته ديال السبعه السبعه ونص العشيه كانت معانا هنايا، واحد اللحظه هزت البنت ديالها وهزت واحد الصاك وتمت غاديه. حنا قلنا لها ودي ما تمشي جاي دابا الليل هذا والطريق خايبه حتى الصباح وسيري. قالت لهم لا سيدي غادي نمشي نبات مع العائله ديالي وفي الصباح نمشي معهم للمحكمه. قالت لهم سيدي انا راه طرحت عليها واحد الفكره، قلت لها ودي راه الولد ديالي راه عنده الموتور يهزك ويديك لعند باك هنا. قالت لهم سيدي، قالت لهم لا غنمشي غير بوحديتي على رجلي، راه الطريق راه مازال عامره، غنمشي وغادي نلحق العائله ديالي. صافي تسلمت علينا مشات بحالتها. هنا رجال الدرك الملكي خلال البحث ديالهم في داك الدوار ما كاينش شي خلاف اللي واقع لهاد الزوجه هذه او هاد الضحيه هذه مع شي واحد. السيده داخله سوق راسها كلشي كيقول لها عمرها دار. على ايين رجال الدرك الملكي لقاو راسهم امام باب مسدود ما عندهمش شي مشتبه فيه مغير داك الثلاثه ديال الناس. هذوك الثلاثه ديال الناس اللي جاوا ديكلاراو رجال الدرك الملكي داروا واحد نقطه ديال الشك بان هذوك الناس هذوك يقدروا لقاو السيده دايزه اغتصبوها قتلوها وحطوها تما وجاوا ديكلاراو باش تبعد عليهم التهمه. يقدر يكون شافهم شي واحد وقفوا تما في جنب الطريق، هذه كاينه ولكن التحقيقات هي اللي غتسفر على الجاني او الجونات. على ايه جاء التقرير ديال التشريح الطبي. التقرير ديال التشريح الطبي اكد التخمينات ديال رجال الدرك الملكي في المره الاولى. قال لهم ودي الطبيب الشرعي بان السيده تعرضات للاغتصاب ولكن ماشي قبل ما تقتل، مور ما تقتلات تعرضات للاغتصاب. رجال الدرك الملكي تاكدت لهم المعلومه بان السيده راه تعرضت للاغتصاب لان لقاو الحوايج ديالها ماشي هما هادوك. على ايه رجال الدرك الملكي من خلال الطبيب الشرعي عرفوا بان السيده كانت عليها واحد الماده ديال بيتادين او الدواء الاحمر، حتى هو شبيه ديال الدم ولكن داك الدواء الاحمر بوحديته فاش كديرو على شي منطقه في الجسم ديالك واخا كتمسحو كتبقى ديك الزفوريه او داك الصفوريه كتبقى، اذا ماشي بحال الدم. الطبيب الشرعي قال له مودي هاد الجثه هادي كان عليها واحد في الخد ديالها اي في الوجه ديالها كان عليها واحد الاثار ديال البيتادين. قالوا السيده ما كانش مجروحه قبل ما تقتل غير داك الطعنات اللي تلقاتهم، اي ما كانش عندها شي جرحه اللي ديرها بيتادين او كانت مضروبه في وجهها او كذا او كذا. اذا داك بيتادين مين جا؟ داك الدواء الاحمر شكون جابو للضحيه؟ على ايين كانت هذه النقطه اللي يمكن يدخلوا رجال الدرك الملكي باش يلقاو المجرم. هذه بيست من يدخلوا بقاو كيقلبوا هذه القضيه ديال بيتادين علاش على جنس من الضحيه. الضحيه كيقول لهم طبيب الشرعي ما كانش عليها شي جرح قبل ما تقتل. وحتى رجال الدرك الملكي فاش كانوا كيديروا البحث ديالهم في مسرح الجريمه داك الساك اللي لقاو مع الضحيه ما كانش فيه شي بيتادين، كان فيه غير الملابس ديال البنت الصغيره، داك البوربو او داك البودر اللي كيصوبوا للدراري الصغار، واحد الشامبوان ديال الدراري الصغار، هذا هو اللي كاين في داك الساك، ما كاينش بيتادين. اذا هذا بيتادين هذا شكون جابو؟ كيفاش على جسم الضحيه؟ القضية مفهوماش، القضية هنا مفهوماش. رجال الدرك الملكي كانت عندهم معلومات اللي وفرها لهم الطبيب الشرعي غادي يخدموا عليها. بيست غادي يخدموا عليها. رجال الدرك الملكي أول حاجة قالوا في بالهم ياكما هاد الناس هادو اللي راجلها شفرهم أو اللي متهمين راجلها بالسرقة
هما اللي جاوا ينتقموا من الزوجه، لان كاين واحد القضيه كيكون شي خلاف بين شي واحد وكيجي كينتقموا له من العائله ديالو. مشاو رجال الدرك الملكي كيديروا البحث ديالهم، ولكن توصلوا لواحد القضيه بان داك العمليه السرقه ما كانش بين شخص عادي، راجل خدام في واحد الشركه، اختلسوا شي 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 كراتن فيهم السلعه، الشركه ديكلارات بهم، اي ان هاد القضيه هذه قضيه اداريه. الشركه لقات اختلاسات، شكون اللي مكلف بداك الورش؟ مكلف به فلان، دارت الشكايه ديالها تعتقل. اذا قضيه ما عندها حتى علاقه بهاد الجريمه هذه. رجال الدرك الملكي غيتوصلوا بواحد التقرير ثاني من عند الطبيب الشرعي. هاد التقرير هذا شنو هو؟ لقى واحد الخلايا جلديه تحت اظافر الضحيه، اي ان الضحيه هذا اللي قتلها او هذا اللي قتلوها تشدات معاه، خبشاته، فاش خبشاته بقى واحد 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 الخلايا ديال الجلد تحت الاظافر ديالها. هنا شنو غيديروا رجال الدرك الملكي؟ عيطوا لذاك ثلاثه ديال الرجال اللي جاو ديكلارو النهار الاولي، هما رجعوا ليهم عاوتاني، رجعوا ليهم، جاو عندهم المركز، خداو منهم عينه ديال الدم باش يديروا لها التحاليل باش يقارنوهم مع داك التحاليل اللي داروا للخلايا الجلديه. فاش داروا لهم التحاليل هنا غيتوصلوا بالنتائج، توصلوا بالنتائج بان هاد الناس هادو ما عندهم حتى علاقه بهاد القضيه هذه. هنا مع الاسف رجال الدرك الملكي ما توصلوا لتا شي قضيه، وما عند هاد الناس هادو حتى علاقه بهاد الشيء. هاد الناس عندهم نيه حسنه، لقاو السيده مقتوله في الغابه ديكلاراو. حنا مع الاسف ماشي كنقول مع الاسف حيت ما شدوش هاد الناس، مع الاسف حيت القضيه ما توصلوش لرجال الدرك الملكي، ما توصلوش اللي فك لغز هاد القضيه. هنا رجال الدرك الملكي عاوتاني خداو بيست واحده اخرى، مشاو عند العائله ديال هاد الزوجه، قالوا لهم ودي شي واحد من عائلتكم هاد اليمس هادي تقاس في الجسم ديالو، اي تجرح او تقاس في شي حاجه، ما كاينش شي واحد. هنا العائله اكدت بان حتى شي واحد ما مقيوس في الجسم ديالو، او كيدير داك بيطادين او كيدير شي حاجه بحال هكا، ما وصلوا حتى شي نتيجه. عاوتاني رجال الدرك الملكي مشاو للدوار اللي ساكنه فيه الضحيه، سولوا تمايا، جابوا داك الجاره، داك الجاره ديال قالوا لها ودي ما كاينش شي واحد هنا مجروح وكيستعمل داك بيطادين، داك بيطادين ديال اللي كيكون الانسان مجروح كيعطيو داك الدواء الحمر كيديروا فوق داك الجرح. هنا هاد السيده هادي اي هاد الصديقه ديال الضحيه قالت لهم ودي راه ولدي كيستعمل هاد البيطادين، راه هاد اليمات هادي كان بداك الدراجه ديالو وطاح بها، ماشي دار شي قصيده، غير كان غادي وطاح بداك الموتور ديالو وتجرح، ورفاش جرح في يديه وفي الوجه ديالو وفي الراس ديالو، وشريت له بيطادين، انا اللي شريته له كنصوبو ليه. قالوا له الله يعطيك السر، جيبي لنا هاد الدواء هذا اللي كتصوبي ليه. دخلات السيده للدار جابت لهم داك القرعه ديال البيطادين. رجل الدرك الملكي قالوا لها الولد ديالك فين هو؟ قالت لهم سيدي راه هز الموتور ديالو وراه خرج، راه كيكون هنا مع ولاد الدوار، اما لقيتوهش هنا غتلقاوه في الفيلاج. قالوا له الولد ديالك شحال تكون في العمر ديالو؟ وقالت لهم سيدي الولد ديالي تكون في العمر ديالو ديك 21 سنه. اش كيدير؟ قالت لهم سيدي كان كيقرا وما توفقش في القرايه وجلس بحالاته، راه كيجلس غير في الدار، مره كيخدم هنا مره كيخدم هنا، عنده واحد الموتور تيدور به. قالوا لها الا جا الولد ديالك للدار اما تجيبيه لينا او عيطي لنا حنا نجيو لعندك. قالت لهم سيدي مرحبا. رجل الدرك الملكي مشاو كيبحثوا على هذا الولد، هذا مشاو كيبحثوا على هذا الولد حتى جابوه، لقاوه في الفيلاج، جابوه هو الموتور ديالو، دخلوه لابريكات. الولد كان مضروب في الراس ديالو في الوجه ديالو، بحال كنقولوا حنا فاش طاح من الموتور جرد له الوجه ديالو والراس ديالو، كان واكلها مزيان. هنا رجال الدرك الملكي لقاو داك الجرح قرب يبس، ما بقاش باين اي برا، السيد ما بقاش عنده داك الفاصم على وجهه او كذا او كذا، ما هضروا شي معاه. عيطوا الام ديالو جات قالوا لها الولد ديالك الليله البارح فين كان؟ وقالت لهم سيدي ما نقدرش نقول لك فين كان. قالوا لها الليله السيده فاش خرجت من الدار داك الليله الولد داك فين كان؟ وقالت لهم سيدي كان في الدار. قالوا لها ما خرجش حتى مور ما مشات السيده. وقالت لهم سيدي والله ما عرفت. قالوا لها شوف شريفه ما تقوليش ما عرفتيش او كذا او كذا، الله يعطيك السر اللي عرفه شي حاجه قوليها لنا بلا ما تعذبينا. هنا رجال الدرك الملكي مازال كيبحثوا مع الام ديال هذا الولد هذا،
خدوا من واحد العينه ديال الدم وصيفطوها للمختبر. العناصر ديال الدرك الملكي توصلوا بالنتائج ديال التحليله ديال الدم اللي داروا لذاك الولد. فاش قارنوها مع التحليله اللي داروا للخلايا الجيل ديال اللي لقاوها تحت اظافر الضحيه وقارنوهم، لقاوهم كيتشابهوا 100%. رجال الدرك الملكي تاكدوا بان ذاك الولد اللي جات قدامهم هو المجرم الرئيسي في هذه القضيه هذه. هنا دليل علمي كياكد تورط ذاك الولد في هذه الجريمه هذه. هنا واخا غادي ينكر ويقول له ماشي انا ويتهرب، هو امام دليل علمي. وخارج الدرك الملكي في مسرح الجريمه لقاو ليطراس ديال الروايد، وداك ليطراس فاش قارنوهم مع الدراجه الناريه اللي عند هذا الولد هذا، لقاو داك الزواق اللي لقاو في الارض كيتشابه مع الزواق اللي عنده في داك الرويد الموتور. ولكن يقدروا يقولوا بان بزاف د المواطر كيتشابهوا داك البنوات ديالهم، يقدر ما يكونش هو. ولكن دليل علمي كاين دابا وكاين في كاع اكاذيب ديال هاد الولد هذا. جاو سولوه قالوا له شوف ولدي، دابا ما كاين ما نخبيو عليك، انت متورط في واحد الجريمه ديال القتل، واخا غادي تنكر واخا دير بزاف د الحوايج، عندنا دليل علمي كياكد بانك انت اللي قتلتي داك السيده. دابا ولدي شوف، ما تكذب علينا، ما تخلينا كنحماقو، غادي تقول لينا كيفاش وقع. الولد اعترف لهم تلقائيا الولد اعترف لهم، قالوا ما سيدي انا اللي قتلت جارتنا. قالوا ليه وعلاش قتلتيها؟ قالوا ما سيدي ما كاين ما نخبي عليكم، انا قتلتها غير باش نغتصبها. وعلاش شنو دارت لك؟ شنو المشكل بيناتكم؟ قالوا ما سيدي ما كاين لا مشكل لا والو. قالوا ما سيدي داك الليله سمعت الوالده ديالي قالت لجارتنا بان ولدي راه يوصلك راه عنده الموتور، وجارتنا قالت له مودي بلاش بلا ما نعذبو انا راه غنمشي في وسط الغابه وكذا وغنوصل دغيا. قالوا ما سيدي خليتها هي مشات وانا هزيت الموتور وخرج ما شافونيش مالي النظار، خرجت للغابه وبديت كنتسناها. واحد اللحظه كنولي كندور في وسط الغابه وكنرجع للطريق كنشوفها واش جايه ولا بدلات الطريق، وكنلقاها جايه وكنرجع لوسط الغابه. واحد اللحظه دخلت وكان داك الوقيته الظلام، فاش دخلت وسط الغابه تعرضت ليها، هدرت معها بالخاطر ما بغاتش، تشدات معايا قتلتها وحيدت داك التربيه من الدار ديالها حطيتها في الجنب ديالها واغتصبتها وهربت بحالاتي وخليتها تما. كانت هذه الاعترافات ديال هذا المجرم اللي كانت متعلقه بنزوات جنسيه لا غير، ما كانت لا بصدد السرقه او بصدد تصفيه حسابات ولا والو. سولوا الام ديالو قالوا لها ابن ديالك واش كنتي عارفه داير هادشي؟ قالت لهم سيدي ما كنتش عارفه. قالوا اش كتقولي في هذه القضيه؟ قالت لهم سيدي ياخذ الجزاء ديالو. هنا الام كانت متفاهمه، قالت لهم ولدي دار خصو يتربى، غادي يتحرر محضر رسمي في حق هذا المجرم هذا، وغادي يتقدم للعداله. شحال غادي يتحكم بالعقوبه ديال المؤبد؟ شاب يلاه بدا الحياه ديالو في العمر ديالو 20-21 سنه، غيمشي يعيش الحياه ديالو كامله داخل السجن. علاش؟ على نزوه عابره ارتكب جريمه ديال القتل في حق سيده. الحمد لله ما قتلش داك الطفله حتى هي، هو صفى الحسابات ديالو غير مع السيده واغتصبها ومشى بحالاته، وبالتالي غادي يمشي يعيش الحياه ديالو كامله داخل السجن. شرى قبر في الحياه، غيمشي يدفن حياته كامله داخل السجن. متابعينا الكرام، القصه ديالنا سالت هنا. القصه ديال اليوم هي للعبره فقط، نستافدوا من هاد الاخطاء اللي كيديروا هاد الناس هادو، نستافدوا منهم، ما رتكبوش نفس الخطا اللي كيديروا هاد الناس هادو. الى هنا متابعينا الكرام كتنتهي هاد الحلقه هذه، وكيف كنقول ديما الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. الى عجبكم المحتوى بارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم وكثروا لنا من لايك باش نواصلوا في نشر هذا المحتوى هذا. الى هنا متابعينا الكرام كتنتهي الحلقه، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.